بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 48. الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد، نواصل الاقتباس من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونختص في حلقتنا هذه فتوى له في موضوع أسماء المواليد وما يحرم منها وما ينبغي أن يسمى به المولود، لأن هذا موضوع مهم جدا في هذا العصر، فإن كثيرا من الناس تركوا الأسماء المألوفة والمعروفة بينهم، وصاروا يستوردون أسماء من مجتمعات وبيئات بعيدة عن محيطهم، أو يجترون أسماء قديمة قد نسيت وبليت وطال عليها الزمن، فصار كثير من الأولاد يحملون أسماء غريبة عن أسرهم ومجتمعهم، وقد تكون أسماء محرمة أو أسماء أجنبية تحمل معها التشبه بأعداء الله والتقرب منهم، وهذه قضية يجب التنبه لها والتنبيه عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع: كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله، فيسمون بعضهم عبد الكعبة كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف، وبعضهم عبد شمس كما كان اسم أبي هريرة، وكما كان اسم عبد شمس ابن عبد مناف، وبعضهم عبد اللات، وبعضهم عبد العزة، وبعضهم عبد منات، وغير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك بالله. ونظير تسمية النصارى عبد المسيح، فغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعبدهم لله وحده، فسمى جماعات من أصحابه عبد الله وعبد الرحمن، كما سمى عبد الرحمن ابن عوف ونحوه، وكما سمى أبا معاوية، وكان اسمه عبد العزة فسماه عبد الرحمن، وكان اسم مولاه قيوم فسماه عبد القيوم، ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع في الغالية من الرافضة ومشابهيهم الغالين في المشايخ، فيقال هذا غلام الشيخ يونس أو غلام ابن الرفاعي أو الحريري ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأله، كما قد يقوم في نفوس النصارى من المسيح وفي نفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشية، وقد يتوبون لهم كما كان المشركون يتوبون للآلهة والنصارى للمسيح أو لبعض القديسين. وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية، والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإسلامية، وعامة ما سمى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فإن هذين الاسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى. وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى، وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم، يعني بيت شيخ الإسلام غلب على أسمائهم التعبيد لله كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني وعبد السلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن والأحد والواحد والقادر والكريم والملك والحق. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وكان من شعار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب: يا بني عبد الرحمن، يا بني عبد الله، يا بني عبيد الله،
كما قالوا ذلك يوم بدر وحنين والفتح والطائف، فكان شعار المهاجرين يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. قال تلميذه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة، كما قيل: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر، كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت، فلا يكاد يخطئ. قال: ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه، كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه، كعبد الله وعبد الرحمن. وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما كالقاهر والقادر، فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، ولما غلبت رحمته غضبه، كانت الرحمة أحب إليه من الغضب، كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر، إلى أن قال رحمه الله: ولما كان الملك الحق لله وحده ولا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم شاهان شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل. وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاة، وقالوا: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي بالحق، وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد الناس وسيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره إنه سيد الناس وسيد الكل، كما لا يجوز أن يقول أنا سيد ولد آدم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.